عنا الدليل واضح أصيل ظاهر وعالي بيشفي العليل نفحاته فينا شو بتقوينا من جهل الجاهل هو بيحمينا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأجرنا من نار الجحيم يا أرحم الراحمين. أسعد الله مساءكم جميعا ويسر الله تعالى أموركم وغفر لكم ذنوبكم وشرح صدوركم ووفقكم لما يحبه ويرضاه. اليوم رح نتكلم إن شاء الله عن مناسبة نحن بانتظارها في هذه الأيام، ذكرى الهجرة النبوية المباركة. والله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وجاءت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون بأمر من الله سبحانه وتعالى لتعلن نهاية عهد الاضطهاد والاستبداد وبداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك من يثرب انبثق نور الدعوة قويا وضاءا وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان حتى أتم الله على المسلمين النعمة وأجاب عنهم كل محنة ودخل الناس في دين الله أفواجا وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة الله أكبر الله أكبر جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإحنا في كل سنة نتكلم عن هذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوبنا جميعا، ذكرى الهجرة النبوية المباركة، حتى نتعلم الدروس والعبر العظيمة والكثيرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله جهرا ويمر بين العرب المشركين عندما كانوا يجتمعون من نواحي شتى في الموسم، يأتون حول الكعبة يجتمعون هناك في مكة المكرمة، وكان يأتيهم عليه الصلاة والسلام ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يبين لهم أنه رسول الله وأنه صادق فيما جاء به وأخبر به عن الله تبارك وتعالى، ودعا عليه الصلاة والسلام إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق ونهى عن المنكر والبغي، وأيده الله عز وجل بالمعجزات الباهرات الظاهرات، فنشر صلى الله عليه وسلم الإسلام في الدنيا بعدما اسودت الأرض بالظلم والشرك والكفر والضلال. انبثق نور الإيمان من مكة المكرمة بعدما عم الشرك قبل ذلك على وجه البسيطة، وكان الناس في مكة يتفاخرون بالمنكرات والمحرمات وبالفسق والفجور، وكانوا كانوا يفعلون أشياء فظيعة، كانوا يئدون البنات وكانوا يطوفون عراة حول الكعبة وهم يصفرون. فلما بعث عليه الصلاة والسلام
ودعا إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده، اغتاظ الكفار من دعوته، فهم يعبدون أصناما متعددة، يعبدون الحجر والخشب، وكان منهم من يصنع صنما لنفسه من تمر فإذا جاع أكله. بعد ذلك صار المشركون يعني يتتبعون الفقراء الذين يسلمون والأرقاء الذين يؤمنون، فيعذبونهم ويضربونهم ويحبسونهم ويقتلونهم، وذلك لأنهم أسلموا واتبعوا الرسول عليه السلام، لأنهم قالوا ربنا الله، لأنهم قالوا لا إله إلا الله. هم رأوا أن الناس صاروا يدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون في دين الإسلام ويتبعون الرسول، اغتاظوا، فكانوا يعذبونهم ويقتلونهم كما فعلوا بسيدنا بلال، وضعوا الصخرة على صدره، طلبوا منه أن يكفر، فكان يقول أحد أحد. ولذلك وصل الصحابة إلى أعلى الدرجات بصبرهم وثباتهم على الحق والإيمان وتمسكهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي الحال على ما هو عليه إلى أن أذن الله تبارك وتعالى للرسول بالهجرة، يعني أمر نبيه بأن يهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. هلا في بادئ الأمر كما تعلمون في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام آمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بلال وغيرهم من الصحابة الأكارم الأفاضل الجهابذة رضوان الله عليهم. اشتد عليهم الأذى، بعضهم هاجر، بعض من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى الحبشة، وكان هذا بأمر من النبي، هاي اللي بيسموها الهجرة الأولى لدعوة الناس للإسلام. كانوا تقريبا 80، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. لما كثر أنصار النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة اللي كان اسمها يثرب، أمر الله عز وجل نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين بالهجرة إلى يثرب. هذا كان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة، يعني بعد بعثة الرسول 13 سنة أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة. صار المسلمون يهاجرون أفواجا أفواجا، ويعني كانت الهجرة فرض عليهم، فكانوا يهاجرون تنفيذا لأمر الله عز وجل. هلا القصة اللي حصلت في قصة الهجرة، لما قريش شافوا إنه الرسول عليه الصلاة والسلام صار له أصحاب بغير بلدهم، صار له أصحاب في المدينة بيثرب، ورأوا خروج أصحابه الذين كانوا معه في مكة اللي هم المهاجرين، صاروا يخرجون إليهم إلى الأنصار الذين كانوا في المدينة، قالوا هذا محمد قد جمع أصحابه والآن سيقوى بهم وسيأتي لقتالنا، وهم يحاربون دعوة الإسلام. فاجتمعوا في دار الندوة، وهي كانت دار قصي بن كلاب اللي كانوا قريش يجتمعوا فيها، ما كانوا يقضوا أمر فيما بينهم إلا أن يتشاوروا في هذه الدار، في دار الندوة. فاجتمعوا حتى يتشاورون ماذا سيصنعون في أمر النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمعوا لذلك وصاروا يتشاورون، وهم يتحدثون في الدار جاءهم إبليس لعنة الله تبارك وتعالى عليه، جاءهم متشكلا على صورة، على هيئة رجل شيخ نجدي كبير، وجدوه واقفا على باب الدار شكل على شكل إنسان يعني. لما شافوه واقف قالوا له من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اجتمعتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا تعدموا منه رأيا ولا نصحا، يعني بدي أشارك معكم. قالوا أجل ادخل. أدخلوه فجلس بينهم، هم كانوا يظنون أنه إنسي.
صاروا يتكلمون بحثا عن طريقة للمكيدة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا صار يعطي رأيه وذاك يعطي رأيه، هذا يقول نفعل كذا وهذا يقول نفعل كذا، وكل واحد منهم يذكر شيئا من يعني من رأيه، هذا يقول نفعل كذا نقتله، هذا يقول كذا، وهكذا بقيوا يتشاوروا حتى اتكلم مين؟ أبو جهل، عمرو بن هشام. ماذا أشار عليهم؟ كان إبليس حاضر معهم في المجلس، كان معهم في المجلس، تكلموا ما شارك معهم. فلما تكلم أبو جهل عمرو بن هشام وقال إني أرى أن نجمع له من كل قبيلة رجل، فيضربونه بضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. ليش حكى هيك؟ عشان ما يأخذ التار من قبيلة، إذا جمعوا من كل قبيلة واحد شو بيصير؟ هيك بتفرق خلص، ما بيقدر يأخذ الثار. إبليس ماذا قال؟ قال القول ما قال هذا الرجل ولا رأي غيره، ولا رأي غيره. تخيلوا، يعني إبليس لعنه الله أعجب بكلام أبي جهل لعنه الله، وقال القول ما قال هذا الرجل، يعني أعجب بطريقته، بالطريقة التي اختارها. سبحان الله العظيم. فعلا جمعوا له من كل قبيلة رجل، فتى، شاب، وجعلوا بيده سلاح، حتى إذا خرج صلى الله عليه وسلم من بيته انقضوا عليه فقتلوه كما أرادوا وزعموا بضربة رجل واحد، بضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. سبحان الله العظيم. بعد ذلك سيدنا جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بمكر القوم، وقال له لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، وأخبره بمكر القوم، أخبره ماذا سيفعلوا، ماذا يريدون أن يفعلوا، وأخبره بإذن الله تبارك وتعالى له بالخروج. ففعلا لما كانت العتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه. لما شاف الرسول عليه الصلاة والسلام أماكنهم كان معاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منه، ما راح تتأذى إن فعلت ذلك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينام في برده هذا الذي طلب من علي أن يتسجى به. سيدنا علي ما كان منه إلا أن سار لتنفيذ ما أمر صلى الله عليه وسلم ولم يتردد لحظة واحدة، وهو عنده يقين بأن الرسول صادق فيما يقول، أنه ما حيصير لك أذى. نعم، وكانوا شجعان، وأصلا كانوا بيفدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وأموالهم. هلأ المشركين وين؟ اجتمعوا على باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم أبو جهل، معهم أبو جهل. فأبو جهل من برا عم بيحكي مع المشركين وعم بيسمع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول بأعلى صوته حتى يسمع الرسول. ماذا يقول؟ يقول مستهزئا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لهم إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن أنتم لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. هو
يعني أراد أن يوصل لهم، يقول محمد يزعم أنكم إن اتبعتموه دخلتم الجنة وإن كفرتم به دخلتم النار، وهذا هو الحال. ولكن هو ما قال ذلك مؤمنا بدعوة النبي، وإنما قال ذلك مستخفا بدعوة الرسول والعياذ بالله. فلما قال ذلك أبو جهل الرسول خرج عليهم، خرج عليهم وأخذ حفنة من التراب في يده ثم قال نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم. سبحان الله العظيم، الله عز وجل أخذ أبصارهم عنه فما رأوه، ما رأوه، وصار صلى الله عليه وسلم ينثر التراب على رأس كل واحد منهم وهو يتلو هذه الآيات. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ما رآه واحد منهم مع أنه خرج أمامهم وصار يضع التراب على رأس كل واحد منهم، ثم بعد ذلك انصرف إلى حاجته، ذهب إلى حاجته، وهم بعد ينتظرون متى ماذا سيفعلون، حتى جاءهم أتاهم آت ممن لم يكن معهم من المشركين، نظر إليهم كل واحد منهم على رأس تراب، فقال ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا محمد. قال قد خيبكم الله، والله قد خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق إلى حاجته، أفما ترونها بكم؟ شوف حسوا على رؤوسكم، صار كل واحد يحط إيده على رأسه، على رأس حاله يعني، يلاقي تراب، يطلعوا يلاقوا مين؟ يلاقوا سيدنا علي رضي الله عنه على فراش النبي عليه الصلاة والسلام متغطي ببرد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فماذا فصاروا يقولون والله إن هذا لمحمد. فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا، فلما قام علي رضي الله عنه من الفراش قالوا والله قد صدقنا الذي كان قد حدثنا البارحة. وفي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن نظر في الأحداث التي نراها اليوم وفي كيد الأعداء إلى الإسلام والمسلمين نعلم أن الله سبحانه وتعالى يدفع كيد هؤلاء عنا إذا تمسكنا بدين الله ونصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر يا أحبابنا من المخلوق، المكر من الخلق هو خبث وخداع، مش إشي كويس. ما نذكرها هي صفة مدح، منقول والله فلان محترم مكار مثلا. المكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر للغير باستعمال حيلة. طيب ويمكرون ويمكر الله، المكر من الله ليس له هذا التعريف، إنما معناه مكر الله تعالى يعني مجازات الكافرين بالعقوبة من حيث لا يدرون. يعني بعبارة أخرى قال العلماء المكر من الله له معنى يليق بجلال الله، معناه أن الله أقوى في إيصال الضرر للماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم.
أما المكر بمعنى الاحتيال فهو مستحيل على الله، مستحيل. الإمام القرطبي رحمات الله عليه في تفسيره قال: المكر من الله سبحانه هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون، هكذا قال رضي الله عنه. فالمكر بمعنى الاحتيال مستحيل على الخالق سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل منزه عن صفات النقصان. ونحن دائما نقول كل صفات النقصان تنزه ربي عنها، فالله موصوف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص في حقه، لا يشبه الخلق، لا يشبه شيئا من مخلوقاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته ونثر التراب على رؤوسهم، ما رأوه، كان يقرأ بداية آيات سورة أول آيات من سورة ياسين، ثم انطلق إلى حاجته. لمن ذهب؟ ذهب إلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. راح لأبو بكر الصديق، قال له أذن لنا، يعني أذن لنا بالهجرة. شو قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ شوفوا شو طلبه، شو طموحه، شو اللي بيحبه، مش الدنيا. قال: الصحبة يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني بدي أصاحبك، بدي أرافقك. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الصحبة، نعم الصحبة. فقال أبو بكر: يا رسول الله عندي ناقتان أعطيك إحداهما. قال الرسول: ما رضي أن يأخذها هكذا. قال له: بالثمن. فلما قرب أبو بكر رضي الله عنه الراحلتين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قدم له أفضل الأفضل، قدم له الأفضل، ثم قال: اركب فداك أبي وأمي يا رسول الله. فانطلق، تعرفوا بهاي الرحلة، ذهبوا إلى الغار الذي دخل فيه الصديق وتفقده، ثم أدخل النبي عليه الصلاة والسلام. ذهبا إلى ذلك الغار، كان الدنيا ليل، وصلوا لغار ثور. اللي راح وشاف غار ثور بيعرف قديش الطريق صعبة، يعني فيها مشقة. طلعوا حتى وصلوا إلى غار ثور، الدنيا ليل، ما كان فضاء ولا نهار ولا شمس داخلة، الدنيا ليل. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خاف على رسول الله، يعني الله أعلم ماذا يكون داخل الغار، ممكن يكون في عقارب، حيايا، فهو ما بده يدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما يتأكد إنه الغار تمام وضعه. قال: يا رسول الله أدخل قبلك، فإن كان حية أو شيء كان لي دونك. شوفوا هذا كله عملا بقول الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فعلا دخل أبو بكر رضي الله عنه، ما فيش لا لوكسات ولا أضوية، بده يتفقد الثقوب الجحور الموجودة بالغار. هلأ شوف، مش شايف، دنيا عتمة تماما، تخيلين غار، طلعوا على الجبل، دنيا ليل، بده يكون كحل. صار يتلمس الثقوب، وين في ثقب؟ يلاقي ثقب يمزع من أواعي، يقد من ثوبه ويضع في ذلك الثقب في ذلك الجحر، كلما وجد جحرا أخذ من ثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر، حتى فعل ذلك بثوبه أجمع إلا ما يستر به عورته. بقي جحر واحد بعده مفتوح، بده يسكره، ما ظل مكفي من الأواعي حتى يسد ذلك الجحر. ماذا فعل؟ أدخل رجله رضي الله عنه عقبه، منطقة العقب، وضعها، يعني وضع رجله في الجحر، ثم قال: أدخل يا رسول الله. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد عليه الصلاة والسلام، دنيا عتمة، أراد أن يرتاح، فوضع رأسه الشريف على حجر الصديق، وضع رأسه الطيب الطاهر المبارك على فخذ أبي بكر الرقيق الحنون،
ونام عليه الصلاة والسلام. فكان الثعبان في ذلك الجحر الذي سده أبو بكر برجله. متخيلين رجل أبو بكر بالجحر؟ رأس النبي عليه الصلاة والسلام الشريف المبارك العظيم على حجر أبو بكر الصديق، والثعبان بذلك الجحر طلع هلا ساد أبو بكر برجله، فصار ماذا يفعل؟ عم بلسع وبلدغ أبو بكر الصديق برجله في عقبه. تخيلوا أنتوا، أنا عم بحكي هلا، إحنا بنحكي قصة بس بالنهاية بدنا نعرف معاني هذه القصة. الواحد مرات بقرصة ناموسة بتلاقي بنقز، ما بالكم لدغة حية؟ يعني الأمر ليس بالهين. أبو بكر لدغته الأفعى فلم يخرج رجله. الواحد بيصير بالعادة ردة فعل حتى بيقولوا عنها لا إرادية، تنفض رجلك نفض، ما رضي طلعها. في عنا أمرين، حتى ما يتأذى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كانوا يفدوا الرسول بأرواحهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وحتى ما يزعج الرسول، لأنه الرسول رأسه على حجر مين؟ على فخذ أبو بكر الصديق ونياله. تخيلوا يعني رأس النبي في حضنك، في حجرك، شو بده يكون شعورك؟ بس من شدة الألم هو لا طلع رجله ولا حرك حاله، ولكن ما تمالك هذه الدموع من شدة ألمه رضي الله عنه، ما أمسك هذه الدموع فنزلت الدموع من خده، من عينه على خده، حتى نزلت دمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وجهه الشريف المبارك، فأفاق صلى الله عليه وسلم لما رأى حال الصديق. قال له: فأين ثوبك يا أبا بكر؟ أين الثوب؟ ماذا فعلت بثوبك؟ فأخبره بالذي صنع. ففورا النبي عليه الصلاة والسلام علم، يعني بعد أن علم ما فعل الصديق وكيف أنه لدغ، فما أخرج رجله حتى لا يتأذى صلى الله عليه وسلم، فورا أخذ الرسول من ريقه، وضع من ريقه الطيب المبارك العظيم على موضع اللدغ، فبرئ فورا على الفور. وبعد ذلك الرسول عليه السلام دعا الله، رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة. شوفوا الدعوة من مين؟ من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة. فنزل سيدنا جبريل، أوحى الله تعالى إلى نبيه أنه قد استجاب له، استجيب له صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر الصديق كان جريء وشجاع وحنون ورقيق. لما اجتمعوا الكفار على الرسول عند الكعبة وكان بيصلي رضي الله عنه، كانوا بدهم يضربوا النبي، قال سيدنا علي رضي الله عنه: لم يفرقهم عن رسول الله إلا الصديق. دخل أبو بكر بينهم ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، تركوا الرسول وصاروا يضربوا أبو بكر حتى صار كالميت، حمل إلى بيته حملا. عندما أفاق قدموا له الماء، قال: لا أشرب. قدموا له مي وضعه صعب، قال: لا أشرب حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحب الصادق والاتباع الكامل، ما بشرب مي حتى لو عطشان، حتى لو تعبان ما بشرب، أول إشي بدي أطمن على الرسول. قالوا له: هو بحمد الله بخير. بعد ما اطمأن على النبي عليه الصلاة والسلام رضي يشرب مي. ماذا قال ربنا؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. شو المعنى يا أحبابنا؟
المراد بهذه الآية أن حزنه رضي الله عنه كان على الرسول ليس على نفسه، كان خايف على الرسول من حبه للنبي. هذا هو الصديق، وهذا هو الصديق، هو الذي أنفق أمواله في سبيل الله، في نشر الإسلام، في شراء العبيد والأرقاء الذين أسلموا ليعتقهم لوجه الله تبارك وتعالى. تعرفوا القصة العظيمة التي أيد الله بها نبيه المصطفى، ولا يهمنا قول من أنكر ذلك وجعله مستحيلا مع أنه ليس مستحيل. ومعجزات الرسول كثيرة جدا، الله أمر حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وجاءت العنكبوت ونسجت على باب الغار، الحمامة باضت ورقدت والعنكبوت نسج نسيجه. لما وصلوا رجال مشركين للغار، الغار صغير مش كهف عميق، غار يعني الواحد بيطمل بيشوف، ما بيكون لجوة يعني غميق. اجوا مجموعة من المشركين عم بيدوروا على الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا تقريبا على بعد 40 ذراعا كما قيل. تعجل بعضهم لينظر في الغار هل يوجد فيه أحد أم لا، وصل لقى حمامتين بفم الغار وشاف نسيج عنكبوت، فورا رجع لأصحابه، خلاص ما في داعي أطلع، لأنه بالعادة لما يكون في نسيج عنكبوت على هذا على الباب على فم الغار معناته من زمان مش حدا جاي، ولو ما لحقش من الليل إذا دخل فيه بده يكون ينبت العنكبوت بده يبني البيت بهالوقت القصير. لكن هذا كان تأييد من الله سبحانه وتعالى. لما رجع لأصحابه هذا المشرك قالوا له مالك؟ قال رأيت حمامتين وحشيتين ونسيج عنكبوت فعرفت أن الغار ليس فيه أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع كلامه لهذا المشرك، سمع ما قال، فعرف أن الله قد درأ عنه. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لو أنه نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا، بس لو عمل هيك. فقال له عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما معنى الله ثالثهما؟ يعني الله عالم بهما، يعني الله حافظ لهما، يعني عناية الله معهما. مش معناه كما قال بعض الجهال إن الله حل في الغار يسكن في مكان يحل في جهة، هذا كلام من لا علم له ولا فقه لديه. فربنا عز وجل لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، هو الذي أنزل في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أقام الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار 3 ليالي ومع أبو بكر الصديق، وجعلت قريش في ذلك الوقت جعلوا 100 ناقة، 100 ناقة يعني أنت عم تحكي هلأ عن أقل إشي 100,000، 200,000، ممكن 300,000 على حسب قديش بتوصل، مبلغ ضخم جدا، 100 ناقة لمن يرده لمن يجد النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا عشان هيك بيطلعوا بيدوروا، بده كل واحد بده يسبق مين بده يلاقي الرسول عشان يمسكوه. أسماء رضي الله عنها اللي هي بتكون بنت أبو بكر الصديق وأخت السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت رضي الله عنها تأتيهما بالطعام، إذا أمست تأتيهما بالطعام، تحضر الطعام دائما، تأتي بالطعام وتوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصديق. فمرة لما ارتحلت كانت نسيت أن تجعل لها عصاما، فذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، فحلت نطاقها وجعلته عصاما ثم علقتها به، ومن هنا أطلق عليها تلك التسمية ذات النطاقين، لأنها أخذت من نطاقها. كان يقال لأسماء بنت الصديق ذات النطاقين، هكذا يقولون ذات النطاقين، لأنها لما أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنين وعلقت السفرة عليه، واحد
وضعت واحد والنصف الآخر على الآخر. فسبحان الله هذا كله تأييد من الله سبحانه وتعالى لنبيه. بعد الثلاث ليالي الرسول خرج تابع المسيرة إلى يثرب، فلحق بهما سراقة بن مالك. كان معروف سراقة بقوته بتتبع الأثر، هو طبعا لحقهم طمعا بالمال الذي رصدته قريش، 100 من الإبل، 100 من الإبل. كان سراقة ذا قوة وتمكن باقتفاء الأثر، فشافوا أبو بكر الصديق من بعيد وهو جاي. كان أبو بكر كيف يعني، هو والنبي لحالهم برحلة الهجرة، مرة أبو بكر يمشي من قدام النبي، مرة يرد يمشي من وراه، مرة يروح على يمينه، مرة يروح على يساره، يطلع ويشوف إذا في حدا بيراقبهم. ليه؟ مش خايف على حاله، خايف على الرسول عليه الصلاة والسلام، من شدة خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة خوفه على رسول الله، حماية للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر لما شاف سراقة ابن مالك، قال يا رسول الله إن هذا الطلب قد لحقنا، أي في واحد جاي. قال له الرسول لا تحزن إن الله معنا. السراقة كل ماله عم بيقترب، حتى قال أبو بكر حتى إذا دنا منا، اقترب منا وكان بيننا وبينه قيد رمح أو رمحين أو ثلاثة، قلت يا رسول الله إن هذا الطلب قد لحقنا، وصار يبكي رضي الله عنه. فقال له الرسول لماذا تبكي؟ قال أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك، يعني خوفا عليك، حبا بك يا رسول الله، يا حبيب الله. لما النبي عليه الصلاة والسلام شاف أبو بكر الصديق على هذا الحال من شدة خوفه على الرسول، دعا عليه الصلاة والسلام على سراقة وقال اللهم اكفيناه بما شئت، اكفيناه بما شئت. شوف هالدعوة، شوف هالدعوة، اللهم اكفيناه بما شئت، بما تريد يا الله. فورا ما أول ما أكمل دعوته عليه الصلاة والسلام، ساخت قوائم فرس سراقة إلى بطنها في أرض صلب، أرض صلبة، أرض عادة مش رملية اللي بتغطس رجل الفرس فيها، لا، أرض صلبة. فوثب عنها سراقة وقال يا محمد قد علمت أن هذا من عملك، فادعوا الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لئن فعلت لأعمين عما ورائي من الطلب، ما راح أقولهم إني شفتك. وكان سراقة فعليا هو كان مشرك، وكان صادق فيما قال إنه فعلا مش راح يخبرهم. الرسول وعده بسواري كسرى، وانطلق سراقة، دعا له الرسول، رجع، رجعت قوائم الفرس كما كانت، ورجع وما خبر القوم. نعم صدق رسول الله. سبحان الله، الله تبارك وتعالى لطف به فأسلم سراقة بعد ذلك. الرسول تابع عليه الصلاة والسلام، تابع رحلته مع صاحبه الصديق الحبيب، وسلكا طريق الساحل حتى وصلا إلى يثرب، إلى طيبة، إلى طابة التي طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة المنورة التي نورت بالحبيب. أخذت معهم الرحلة من مكة للمدينة تقريبا 12 يوم. شوف هلا كيف الطيارات وفيرس كلاس وشارب ماكل نايم وكونديشن ومش عاجبنا. 12 يوم أخذت مع الرحلة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف. كان أهل المدينة المسلمين الأنصار كل يوم عارفين أن الرسول طلع لهم، كل يوم يطلعوا عشان يطلعوا وصل الرسول ولا لا. تخيلوا هالموقف هذا، تخيل تكون واقف عم تستنى جاي النبي عليه الصلاة والسلام، شو بده يكون شعورك؟ كل يوم يطلعوا نسوان ورجال وأطفال وكبار يستنوا إمتى بده يوصل الرسول. لما وصل الرسول عليه السلام للمدينة المنورة وشافوه من بعيد، استقبلوه الشباب والشياب، الأطفال والنساء، وين؟ عند ثنية الوداع، منطقة معروفة اللي بيروح للمدينة، منطقة معروفة، المكان اللي استقبل فيه الأنصار النبي عليه السلام عندما أقبل ودخل عليهم.
عند ثنية الوداع استقبلوه فرحين مستبشرين بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام. أكان أهل المدينة يقولوا لما سمعنا بمخرج النبي عليه السلام من مكة كنا نخرج إذا صلينا الصبح نخرج وننتظر النبي، والله ما نبرح حتى تغربنا الشمس على الظلال من شدة تعلقهم أنه بدنا نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كان اليوم الذي قدم فيه صلى الله عليه وسلم وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، كانوا كلهم مجتمعين، فأنشدوا جميعا عندما لقيوا الرسول وشافوا الرسول كلهم بصوت واحد بلسان واحد، صغار كبار كلياتهم طلعوا بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. ما أجمل هذه الكلمات اللي لليوم وإحنا حافظينها ونعلمها أولادنا وبيقشعر بدننا وبتفرح قلوبنا بس نسمعها ونستذكر معانيها العظيمة. طلع البدر علينا صلى الله تعالى عليك يا سيدي ويا حبيبي ويا جدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، وثبتنا الله على نهجك وعلى ملتك وطريقتك وهديك يا حبيبي يا رسول الله، ورزقنا الله شفاعتك يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وثبتنا الله تعالى على نهج رسوله المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا الدليل واضح أصيل، ظاهر وعالي بيشفي العليل، نفحاته فينا شو بتقوينا من جهل الجاهل.